نشوف الآن الأورغانيزاسيون دو نير، يعني البنية ديال العصب، لأن هادو مهم، مفاهيم ليا مهمة. دونك بالنسبة هنايا عندنا النير، يعني عندنا واحد العصب. دونك ملي كنديرو اون كوب ترانسفيرسال، واحد المقطع اللي هو عرضي كما كتشوفوا هنايا، اون كوب ترانسفيرسال دو نير، كتبين لنا بأنه كيحتوي على يعني عدد كبير من الألياف العصبية. دونك هاد كل الدوور اللي كيبان لكم هادو عبارة عن ألياف عصبية، وهاد الألياف هادو كيكونوا منتظمين على شكل ديال حزام كما كنشوفوا هنايا في الرسم التخطيطي. دونك هادي عبارة عن حزمة، هادي حزمة، هادي حزمة. دونك هادو كيتسموا دي فيسو دو فيبر، يعني حزام من الألياف. إذا العصب هو كيتكون من حزم من الألياف، بطبيعة الألياف هادو كنسميهم ألياف عصبية. إذا كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا وحدة، واحد الليف، ها هو اون فيبغ نيرفوز، يعني ليف عصبي. وهاد الحزم هادو من الألياف العصبية، دونك كيحيط بهم ان تيسي كونجونكتيف، واحد النسيج ضام، وكيحيطو بهم كذلك يعني دي فيسو سونغا، يعني عروق دموية. دونك عروق دموية للدور ديالهم بطبيعة الحال التغذية ديال العصب. إذا هذا هو البنية ديال العصب، إذا كيتكون قلنا من دي فيسو دو فيب، حزام من الألياف كتحيط بها يعني شعيرات دموية، وكيحيط بها كذلك يعني نسيج دم. كل حزمة كتكون من عدد من الألياف العصبية اللي هو فيبر نيرفوز. دونك نشوفوا الآن البنية ديال النخاع الشوكي، دونك لورغانيزاسيون دو لا مويل ايبينيير. دونك هذا عندنا اون كوب هنايا، دونك ترانسفيرسال دو لا مويل ايبينيير، واحد المقطع مستعرض ديال النخاع الشوكي. دونك كما كتشوفوا معايا لا مويل ايبينيير حتى هي بدورها كتكون يعني من سبستانس غريز و سبستانس بلونش، ولكن دونك مختلفة، يعني التموضع ديال هاد المادتين مختلف بالنسبة للدماغ. دونك هنايا كنلقاو في لا مويل ايبينيير بأن لا سبستانس غريز كاينة في لو سونتر، دونك إلي سونترال، ألوغ كو لا سبستانس بلونش إلي بيريفيريك، يعني أنها محيطية عكس يعني الدماغ. دونك لا مويل ايبينيير كيتصلو بها يعني جدرين. دونك عندنا اون غاسين اللي هي هذه اللي كنشوفوا هنايا، لا غاسين بوستيريور، ولا كنتكلموا على لا غاسين دورسال، يعني جدر اللي هو خلفي هنايا، بوستيريور خلفي. وعندنا كذلك اون غاسين انتيريور، واحد الجدر اللي هو امامي، دونك هنايا انتيريور. وهاد لي دو غاسين هادو دونك كيرتبطوا مع بعضياتهم تيشكلوا لنا لو نير راشيديان، العصب السيسائي. دونك هنا خصنا نتعرفوا واحد مسألة مهمة، دونك هنايا ما تكلمتش عليها، هي أن كيفاش نميزو ما بين هاد لاغاسين بوستيريور أو دوغس أو هنايا أونتيريور. دونك لاغاسين بوستيريور يعني الجدر الخلفي، دونك كيحتوي على عقدة شوكية، دونك هنايا غونغليون راشيديان، عقدة شوكية. دونك هادو كذلك ما كنلقاوش على مستوى ديال لاغاسين أونتيريور، يعني الجدر الأمامي. دونك قلنا خصنا نتعرفوا دابا على شنو هو الدور ديال هاد الجدرين هادو، كذلك الدور ديال هاد العصب السيسائي. دونك قبل ما نشوفوا واحد مجموعه من التجارب، قال لنا لو خصكم كوب اون دو اون سيلول، قال لك ملي كنقسموا واحد الخليه على جوج يعني الجزئين، لا بارتي كي كونتيان لو نويو ريست فيفونت، قال لك بان الجزء اللي كيحتوي على النواه كيبقى حي، الوغ كو لوتر ديجينير، يعني الجزء الاخر يعني يتم اتلافه. إلى ان لا دو ميم بوغ النوغون، قال لك نفس الشيء بالنسبه يعني لو نوغون، يعني العصبه او الخليه العصبيه. لي زيكسبيريونس دو سيكسيون بيرميت دونك دو لوكاليزي لي كور سيلولير، يعني التجارب ديال القطع غادي تمكننا باش نحددوا، يعني نحددوا المكان ديال لي كور سيلولير، يعني ديال الجسم او الاجسام الخلويه دي نوغون، يعني العصبات انترفونون اللي كي يتدخلوا دون لو ريفلكس ميدولير، يعني خلال الانعكاس. غادي نشوفوا هنايا يعني واحد التجربه، عندنا لا سيكسيون دو نير راشيديان، يعني قطعنا هذاك العصب السيسائي. اشنو هي النتيجه اللي حصلنا عليها؟ دونك ديجينيريسونس دو
toutes les fibres nerveuses de la portion séparée de la moelle épinière. يعني أن قال لك تم الإتلاف ديال جميع الألياف العصبية يعني اللي كاينة في هذا الجزء هذا اللي هو بعيد على النخاع الشوكي. يعني هاد الألياف العصبية اللي كاينين في هذا الجزء اللي بعيد لأن قطعنا هذا العصب هذا اللي بعيد على النخاع الشوكي تم الإتلاف ديال يعني هادوك الألياف. وفي نفس الوقت سجلنا لا بيرت دو توت موتريسيتي يعني أنه كيفقد يعني التحركية دو توت سونسيبيليتي أي نوع من يعني الحساسية دو لا ريجيون ديال هاد المنطقة هادي دو كور انيرفي بار سونير يعني المنطقة من الجسم اللي كيتصل بها هاد العصب هذا اللي يعني قطعناه غادي تفقد التحركية ديالها وغادي تفقد كذلك الحساسية ديالها. هذا كيخلينا نستنتجو بأن إذا هاد لو نير غاشي ديال هذا كيحتوي على دونك il contient donc des fibres nerveuses يعني فيه ألياف عصبية منش من نوع حسية سنسيتيف ايموتريس وحركية لأن هذا العصب هذا لأن الجزء الجسم اللي كيتصل بهذا العصب كيفقد التحركية وكيفقد الحساسية ديالو يعني أنه كيحتوي على ألياف عصبية حسية وحركية. كذلك لي كور سيلولير دي نوران سون دونك دو كوتي دو لا مويل ايبينير يعني ان الاجسام الخلويه ديال هاد يعني العصبونات هادو ديال هاد الخلايا العصبيه فين كاينين كاينين في الكوتي ديال يعني في الجزء ديال النخاع الشوكي. علاش؟ لان لي فيبغ هادو اش قال لنا عليهم بان تم الاتلاف ديالهم وبالتالي حنا اش قلنا قبيله قلنا تكلمنا بانه ملي كنقطعوا واحد الخليه الجزء اللي كتكون فيه النواه دونك كيبقى يعني حي والجزء اللي ما كتكون يعني ما كتكونش فيه النواة يعني كيتم الإتلاف ديالو. علاش هاد الألياف هادو تم الإتلاف ديالهم؟ لأن يعني أن الجزء اللي هو فيه النواة فين بقى؟ بقى على مستوى يعني ديال النخاع الشوكي وقلنا راه هو اللي كنتكلمنا قلنا لو كور سيليلا كاين في لا ماتيغ أو لا سوبستونس غريز مادة الرمادية ومادة الرمادية راه كاينة في النخاع الشوكي. إذن في هذه التجربة هذه داروا لا سيكسيون دو لا راسين بوستيريور يعني القطع ديال الجدر الخلفي. شنو النتائج يعني لي ريزلت اللي حصلوا عليهم؟ دي جينيريسونس دو توت لي فيبر نيرفوز دو لا بورسيون سيباري دي غونغليون سبينال يعني قال لك بان وقع واحد الاتلاف ديال جميع الالياف العصبيه اللي كاينه في هذا الجزء يعني دي في الجزء اللي هو بعيد على هذه العقده الشوكيه. وكذلك perte de toute sensibilité de la région du corps innervée par ce nerf et maintien de la motricité يعني ان الجزء يعني الجزء اللي كي من الجسم اللي كيتصل به هذا العصب هذا دونك اشنو وقع فيه؟ فقد الحساسيه يعني الشعوريه ديالو ولكن احتفظ بالتحركيه ديالو دونك التحركيه بقات ولكن الحساسيه يعني كيفقدها كتفقد. هذا اشنو كيعني كيحتفظ بالحركيه وكيفقد الحساسيه؟ يعني ان هاد لا غاسين بوستيريور هاد الجدر اللي هو خلفي اذا فيه دي فيبر فيه الياف عصبيه النوع ديالها حسيه سونزيتيف دونك لا غاسين بوستيريور كونتيان دونك دي فيبر نيرفوز سونزيتيف يعني الياف عصبيه حسيه سونزيتيف. وكذلك هنايا قال لنا بان هاد لي فيبر نيرفوز دو لا بورسيون هنايا هنا فيبر نيرفوز دو لا بورسيون سيبار دو غونغليون سبينال دونك كيتلم الاتلاف ديالها. هذا اش كيعني؟ بان هذاك الجسم الخلوي فين كاين؟ كاين على مستوى ديال الغونغليون سبينال كاين في العقده الشوكيه جسم خلوي تما فين كاين النواه. اذا هذوك الالياف اللي هما بعاد على النواه تم الاتلاف ديالهم. Dans les corps cellulaires des neurones conducteurs de l'influx nerveux sensitif sont donc dans le ganglion spinal, يعني كاينين على مستوى العقدة الشوكية. دونك بقات لنا هاد التجربة اللي داروا فيها لا سيكسيون دو لا غاسين انتيريور قطعوا في هاد المرة الجدر اللي هو أمامي ولاحظوا بأنه ديجينيريسونس دو توت لي فيبر نيرفوز دو لا بارتي سيباري دو لا مويل ايبينيير كاع الألياف العصبية اللي هي بعيدة على النخاع الشوكي تم الإتلاف ديالها.
Ou في نفس الوقت la perte de la motricité de la région du corps innervée par ce nerf et maintien de la sensibilité. Donc هنا تيوقع العكس. يعني هاد الجزء من الجسم اللي متصل بهاد العصب هذا اشنو كيوقع فيه؟ كيفقد إذن هاد المرة التحركية ديالو ولكن كيحتفظ بالحساسية. إذن هذا كيعني بأن هاد الجدر فيه ألياف عصبية من نوع حركية دونك موتريس، يعني كتنقل سيالة عصبية حركية. وهذا دونك كيبين لنا كذلك بأنها هاد لي كور سيلولير يعني ديال النوغون ديال العصبات فين كاينين، اللي كينقلوا عندنا بطبيعة الحال السيولة العصبية كاينين على مستوى ديال النخاع الشوكي، لأن هنايا عندنا هاد لي فيبغ هادو اللي هما بعاد على لا مولي بينيير تم الإتلاف ديالهم. إذا خلاصة أشناهي؟ هي أن هاد الجدر اللي هو هاد لاغاسين اللي هي أونتيريور فيها دي فيبغ موتريس، فيبر نيرفوز موتريس، وبالتالي يعني هي كتنقل سيالة عصبية حركية. وهاد الغاسيل اللي هي بوستيريور في هادي فيبر نيرفوز سنسيتيف، وهاد لو نير راشيديان فيه لي دو، فيه دي فيبر نيرفوز سنسيتيف اي موتريس حسية وحركية، لانهم تنقطعوه كيفقد الطرف اللي متصل بهاد العصب كيفقد الحركية ديالو والحساسية ديالو. إذن إلى هنا ينتهي هذا الجزء، أشكركم على انتباهكم وإلى أجزاء أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.